الفنانة الجميلة أمل رزق. بنرحب بيك النهاردة على بوابة الهلال. أهلا وسهلا بيك. مشاركة متميزة ليك النهاردة مع جريدة الجمهورية وحملة كلنا معاك من أجل مصر. في رأيك هل الرئيس السيسي هو الأنسب لقيادة مصر الفترة المقبلة؟ أكيد، لأنه ابتدى معنا مشوار صعب وإحنا كنا في محنة وكنا في منعطف زي ما بيقولوا، وكانت الشباب مغيبة وكان في حرب على الجيل الصغير اللي هو طالع بالأفكار، فكانت مسممة. أنا شايفة أنه هو ابتدى بإنجازات بحاجات مهمة حصلت، وبس مفيش حاجة بتحصل مرة واحدة، هي بس الناس مش قادرة تستوعب أو هم مش قادرين يوصل لهم أن مفيش، يعني لازم عشان تقدر تعيش ما ينفعش تحيني النهاردة وتموتني بكرة. دي نظرية اللي ما بتعمرش أو مش بتاعت الدولة أو مش بتاعت أن حد خايف على أولاده. يعني أنا ما تيجي تقولي ابنك أو حاجات، لا أنا أقصوا عليه دلوقتي بس يفضل عايش بكرامته وما نبقاش شحاتين بعد كده. هي بس محتاجين وجهة النظر دي توصل للناس. البسطة مش واصلة لكل الناس مع الأسف، الناس البسطة، فدي لازم توصل لهم عشان نقدر نعرف ان اي دولة في ثورة في منعطف في ما شايف كمية الخراب اللي حصلت وكمية المباني كلها العالمية ومباني اللي هي وانه الكهرباء كلها كل ده كانت حرق، فعشان يرجع فهو بيرجع مننا احنا دلوقتي، مننا احنا مش من حد، لان احنا بطلنا نمد ايدينا خلاص. فانا عجبني جدا ان احنا بقى عندنا كرامه وان احنا بنحافظ على نفسنا. اما يبقى ما عندناش كرامه مع بعض او نتعب شويه مع بعض او نبقى مكشوفين قدام بعض، فاحنا جوه بلدنا جوه مصرنا، انما ما نبقى بره قدام العالم فده اللي يوجعك. فانا بتمنى ان هو يكمل، يتعب كمان هو معانا شويه، بس بقول هو قدها قدود ان شاء الله. رايك ان المنافسه في الانتخابات المقبله يعني خلاص محسومه للرئيس السيسي في ظل عدم وجود منافسه حقيقيه على ارض الواقع ليه؟ لا انا ما اعتقدش ان هي محسومه، لان في انت مش عارف الجيل الجديد بيقولوا ايه وبيلعبوا في دماغه ازاي والحرب عامله ازاي وجاي من بره وجاي مش جاي من هنا. هي محتاجه شويه عقلاء، يعني محتاجه شويه ناس، يعني الناس اللي زي ما احنا بنربي ولادنا عشان نحافظ عليهم عشان خاطرنا يبقوا يشرفوا العيله. فاحنا عايزين نقول لهم بقى دلوقتي ان احنا عايزين نشرف بلدنا، يعني محتاج توجيه من الاسره، محتاج توجيه من الاعلام بشكل صادق، مش فبركه ومش حاجات شو ومش عارف ايه واحنا وراك يا ريس ويلا وهيصه، هو مش كلام، هو مش بالكلام خالص. دلوقتي البلد محتاجه لكل حد يقول يفعل بجد حتى من غير كلام. يعني بلد دي في محنه يعني لا يعلمها الا الله عز وجل، هتقوم بالرضا الداخلي وان احنا لازم نصبر عشان زي ما بقول نظريه ما تحينيش النهارده وتموتني بكره، لا انا عايزه اعيش بكرامه على مدى طويل.